بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. شيخ صالح حفظكم الله، مما اعتدنا عليه في هذا البرنامج أن نستمع في بداية كل لقاء من ضيفنا الكريم، بودنا أن نستمع منكم إذا تفضلتم ببيان موجز أو مقتضب عن مولدكم ونشأتكم أين كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالمولد هو في عام 1354 للهجرة في بلدتنا المسماة بالشماسية شرقي القصيم، والنشأة بين الأهل ومزاولة مهنة الزراعة التي كانت هي عمل أهل البلد أو غالب أهل البلد في ذاك الوقت. وأما النشأة التعليمية، قد تعلمت القراءة والكتابة على أئمة المساجد في بلدنا كما هي العادة المتبعة قبل إيجاد التعليم النظامي. ثم في سنة 1368 للهجرة فتحت المدرسة الابتدائية في بلدتنا الشماسية، التحقت بها، ثم أكملت الدراسة الابتدائية في عام 1371 للهجرة، حيث نلت الشهادة الابتدائية. ثم تعينت مدرسا في الابتدائي لمدة سنة، ثم فتح المعهد العلمي في مدينة بريدة، فكنت من أول الملتحقين به في عام 1373، وأكملت الدراسة المتوسطة والثانوية فيه، ثم التحقت بكلية الشريعة في الرياض، وأكملت الدراسة العالية فيها، ثم تعينت مدرسا في المعهد العلمي بالرياض لمدة سنتين، ثم نقلت للتدريس في كلية الشريعة، ثم بعد فترة وأنا في التدريس في هذه الكلية نقلت للتدريس في كلية أصول الدين لما فتحت الجامعة وتعددت فيها الكليات. نقلت للتدريس في كلية أصول الدين والدراسات العليا منها بالذات، ثم نقلت مديرا للمعهد العالي للقضاء لمدة 6 سنوات. ثم لما تمت المدة النظامية للإدارة بقيت فيه مدرسا للفقه، ثم نقلت إلى عضوية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولا أزال والحمد لله. نعم، أحسنتم يا شيخ صالح، تابكم الله.